بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله به لعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد به الشر أمسك عنه حتى يوافي به يوم القيامة. الأمور كلها بيد الله عز وجل وبإرادته، لأن الله تعالى يقول عن نفسه: فعال لما يريد. ويقول تعالى: إن الله يفعل ما يشاء. فكل الأمور بيد الله، والإنسان ما يخلو من خطأ ومعصية وتقصير في الواجب. فإذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، إما بماله أو بأهله أو بنفسه أو بغير أو بأحد ممن يتصل به. المهم أن تعجل له العقوبة، لأن العقوبات تكفر السيئات. فإذا تعجلت العقوبة وكفر الله بها عن العبد فإنه يوافي الله، وليس عليه ذنب، قد طهرته المصائب والبلايا، حتى إنه ليشدد على الإنسان موته لبقاء سيئة أو سيئتين عليه حتى يخرج من الدنيا نقيا من الذنوب. وهذه نعمة، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. لكن إذا أراد الله بعبده الشر أمهل له واستدرج وأدر عليه النعم ودفع عنه النقم حتى يبطر والعياذ بالله، ويفرح فرحا مذموما بما أنعم الله به عليه، وحينئذ يلاقي ربه وهو مغمور بسيئاته فيعاقب بها في الآخرة، نسأل الله العافية. فإذا رأيت شخصا يبارز الله بالعصيان وقد وقاه الله البلاء وأدر عليه النعم، فاعلم أن الله إنما أراد به شرا. لماذا؟ لأن الله أخر عنه العقوبة حتى يوافي به يوم القيامة. ثم ذكر في هذا الحديث أن عظم الجزاء من عظم البلاء، يعني أنه كلما عظم البلاء عظم الجزاء. فالبلاء السهل له أجر يسير، والبلاء الشديد له أجر كبير، لأن الله عز وجل ذو فضل على الناس، إذا ابتلاهم بالشدائد أعطاهم عليها من الأجر الكثير، وإذا هانت المصائب هان الأجر. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهذه أيضا بشرى للمؤمن، إذا ابتلى بالمصيبة فلا يظن أن الله سبحانه وتعالى يبغضه، بل قد يكون هذا من علامة محبة الله للعبد، يبتليه سبحانه وتعالى بالمصائب، فإذا رضي الإنسان وصبر واحتسب فله الرضا، وإن سخط فله السخط. وفي هذا حث على أن الإنسان يصبر على المصائب حتى يكتب له الرضا من الله سبحانه وتعالى. والله موفق.